مشاهدينا الكرام سلام ونعمة نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أؤمن ولكن مشكلتنا اليوم هي مشكلة متكررة ونفسي أنا مريت فيها يوم آمنت في المسيح عشان كذي تعيد لي ذكريات مليئة بالتحدي والإيمان خلينا نشوف المشكلة مع بعض سلام المسيح معكم يا أخوان ربي يبارككم اسمحوا لي أحكي لكم عن المشكلة اللي عندي واتمنى اني احصل عندكم الحل المناسب انا متزوج بنت عمي بس عاد المشكلة انها متدينة لدرجة التعصب والسبب ان ابوها امام مسجد يمكن زمان كانت تدينها هو اللي خلاني افكر اني اصلا اتزوجها لكن اليوم وعقب ما تركت الاسلام وصرت مسيحي صار تدينها هذا مشكلة وايد كبيرة حقي وهذا اللي خلاني متردد كل هاي المدة اني اخبرها عن شو اللي سواه معي السيد المسيح لما نغير حياتي اللهم اكتفيت اني اصلي حقها وحق لها بكل وقت ان الرب يلمس قلوبهم وينور حياتهم نفس ما نور حياتي في الفترة الأخيرة صار النقاش ما بيننا يشتد يوم بعد يوم بسبب تهربي من راحة المسجد لكن صرت أحاول أهدي الوضع معها ومثل أن كل شيء طبيعي وهذا الشيء مخليني أعيش في ضغط نفسي طول الوقت لاني صرت مو قادر اصلي او اقرا في الكتاب المقدس ولا قادر اخذ حريتي الا لما اكون برا البيت وباضيق الحدود. كل امانه يا اخوان انا عايش في جحيم حقيقي وخوف ما ينتهي من كل الناس. خايف ان احد من اهلي او ربعي يدرون اني تركت الاسلام وصرت مسيحي. لو اي احد درى عن هالشيء ماشي غير القتل أو هو اللي ينتظرني. وانا بصراحه تعبت وايد مو بعارف شو الحل حق مشكلتي. يا ريت يا اخواني تعطوني الحل المناسب وتقترحون علي شلون انا اتصرف في هاي المشكله، شكرا لكم الرب يبارككم. يا رب يا يسوع انا اشكرك وعظمك وابارك اسمك ايها السيد الرب، مستحق يا رب ان نرفعك ونعليك في هذا اليوم يا رب يا يسوع. نضع مشكلة أخوي يا ربي بين يديك يا رب أنت قادر أنك تحلها يا رب مثل ما تعاملت معاه يا رب تعامل مع زوجته يا رب تعامل معاه يا رب يا يسوع تعطي يا ربي حكمة شلون يصرف مع زوجته شلون يحبها شلون يقدرها شلون يصلي لها أنت يا رب تعطيه الحكمة تعطيه الصرف الصحيح شلون يا ربي تقبله مثل ما هو ويتقبلها مثل ما هي يا رب انت يا رب اللي تتعامل معاه وتتعامل معاها وتعطيه يا ربي حكمه وتعطيه محبه لها يا رب، انا اشكرك واعظم اسمك يا رب من الان وللابد امين. بصراحه انا مريت في نفس مشكلتك بالضبط. انا يوم امنت في المسيح، يوم جيت وبلغت زوجتي قلت لها ليلى انا امنت في المسيح. شو توقع تصرفاتها؟ تصرفت تصرف مو طبيعي. عمره ما مر على انسانه من خصوصا من الش من الخليج تصرف مع زوجها بالطريقه هذه عصبت آه قالت انت مو زوجي بعد وانت كافر وقطعت في عندنا غرفه واحده قطعت الغرفه في النص وقالت هذا مكانك وهذا مكاني الزوج في الاسلام له الكلمه العليا ولا كل الحقوق يحصل عليها وقت ما يبي ومثل ما يبي ودوره الاساسي هو تسديد الحاجه الماديه يطلق زوجته متى ما يبي من حقه أيضا يتزوج عليها من حقه يأدبها ويعاقبها وببساطة بقول لك أنهم ناقصات عقل ودين هذا بيشعر الزوجة بعدم الأمان طول الوقت ويجبرها على تسديد طلبات زوجها بغض النظر عن أنها شخص وإلا في العقاب أو الطلاق أو الزواج الثاني عليها فتشعر الزوجة أنها بلا قيمة بل تحولها في بعض الأحيان إلى آلة عليها تنفيذ الأوامر فقط. أما الزوج في المسيحية في دوره مختلف تماماً ونقرأ في رسالة أفسس الصحاح الخامس عدد خمسة أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه. لاجلها. اوصى الرب الزوج ان يحب زوجته بنفس نوع المحبه اللي احبنا فيها الله وجعلت الرب يسوع يموت علشاننا فهي محبه غير مشروطه. محبه تعطي دون انتظار اي مقابل، حتى ولو وصل هذا العطاء الى بذل النفس والتضحيه بالحياه بالكامل. كان زوجي قاسي جدا. كان عصبي. كان قاسي عليه وعلى عياله بس بعد ما صار مسيحي الرب تعامل معه والرب غيره فعلا وشفت التغيير اللي فيه شفت انه صار محب صار يهتم فينا صار يحب عياله حتى العصبية راحت انت تقول إن انها تشعر بتغيير واصبحت غلقة، ممكن يكون انها تشك فيك انك انك تخونها او انك تتزوج عليها وهذا الامر متوقع من المراه المسلمه لكن ان سلكت كزوج مسيحي بحسب تعاليم الكتاب المقدس اكيد راح تسال يوم عن سبب التغيير هذا. نقرا في سفر التكوين الاصحاح الثاني والعدد 18 وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره. فالله خلق آدم وحواء متساويين حبهم مثل بعض زوجتك خليقة الله المتميزة الله خلقها على صورته وشبهه وهني يأتي دورك أن تكون أنت انعكاس حقيقي لصورته تأكد أن الرب راح وهو يتكلم من خلالك وهو راح يعطيك الحل أخبرها بكل محبة وأكد لها أنك أنت ما راح تجبرها على شيء او تفرض عليها اي شيء قصب عنها تستمر في حبك لها وصلاتك لها شجعها على ان تسال الاله الحي ان يعلن لها ذاته واترك لها حريه الاختيار اذا قبلت المسيح مخلص نمجد الله ونشكر الله ومبارك لكم اثنينكم وان رفضت وبغيت على اسلامها وقبلت ان تستمر في الحياه معك في الكتاب يوصينا ايضا في الرساله الاولى لاهل كورنثس الكرنتس الاولى الاصحاح السابع عدد 12 ان كان اخ له امراه غير مؤمنه وهي ترتضي ان تسكن معه فلا يتركها اما اذا اختارت تترك فهذا يعود لها لكن في هذه الحاله عليك ان تكون مستعد للعواقب خاصه وأن اخبرت اهلها وهلك ربما تحتاج للتحرك سريعا على علشانها حبها اهتم فيها خذ برأيها وتحاور معاها ساعدها في المنزل ضحي لأجلها أقبلها كما هي مهما كان قرارها واستمر في إظهار محبتك العملية لهم فالقديس أغسطس قضى الجزء الأول من حياته في الخطية والشر لكن صلاة والدته وإيمانها وثقتها فتحت أمامه قناة الحياة والإيمان بالرب يسوع وبعد ما كان من أكثر المعاندين صار من القديسين لا يستحيل على الرب شيء وعده آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وهل بيتك نرحب بجميع مشاركتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الظاهرة على الشاشة الرب يبارككم ونشوفكم في حلقة ثانية